كمان الناس اللي برضو الوجوه الشابة الجميلة اللي برضو بتسيب أثر وبتسيب انطباع مع المشاهدين، بيبقى جميل ان هو يشترك في عمل فيه باقة من النجوم، متخدم على الورق كويس جدا، الإخراج حلو، الإنتاج جميل. فخلونا نبارك لخالد أنور اللي طبعا ليه دور مهم جدا وأساسي في خيانة عهد، وهو بقى نقدر نقول كده إيه البطولة اللي فعلا الأحداث برضو بتدور حواليها، لأنه هو طالع ابن نجمة يسرى. يا خالد كل سنة وانت طيب وألف مبروك. خالد طيب هيرجع لنا خالد أنور لأن دوره أكيد مهم، يعني شفتوا حضراتكم كده في البرومو، والحقيقة هو قدم أدوار كمان حلوة جدا يا عمرو، ما بنساهاش في كأنه امبارح مثلا مع رانيا يوسف، كان دوره مميز وأبدع فيه. أيوة. هو معانا دلوقتي على التليفون. خالد اهلا بيك وكل سنه وانت طيب والف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين وانت طيب، كل الامه العربيه بخير يا رب، ويا رب كده الغمه اللي احنا فيها دي تعدي على خير يا رب. ازيك يا خالد وكل سنه وانت طيب والف مبروك المسلسل. الله يبارك فيك. وعايزه اخد الفرصه دي واقول لك انه كانه امبارح انت عملت فيه شغل حلو قوي قوي، وده اهلك انك تكون في مكانه حلوه في المسلسلات اللي بتتعمل دلوقتي، وكمان شغلك مع الزعيم عادل امام في عوالم خفيه. انت يعني ما شاء الله خطواتك سريعه وبتستثمر الدور اللي بيجي لك علشان تقدم فيه مواهبك. الحمد لله، ربنا يخليكي، والله ده فوق راسي الكلام ده، ويا رب كده افضل اعمل حاجات تعجب الناس وتبقى على قد مسؤوليه الجمهور واطلع اللي عندي ان شاء الله. انت من الوجوه الجميله اللي الناس بتحس فيها، ما بتحسش فيها بالغربه بجد يا خالد، احنا مش بنجاملك، ولكن انت من الوجوه المصريه الجميله اللي بتعبر فعلا عن الشباب، واكيد انت من خلال الدور ده برضو حابب انك توصل حاجه، يعني في تجربه قاسيه جدا انت بتصورها ودور صعب انت بتاديه، فاكيد محتاج توصل درس زي ما بيقولوا كده في الدراما الانجليزي المورال ليسن او الدرس الاخلاقي اللي من ورا القصه يعني. بالظبط، هو كل الحكايه ان الدور مختلف، والحاجات اللي بيناقشها حاجات اجتماعيه حقيقيه جدا، حاجات بتحصل في اي بيت في الدنيا، بالذات من ناحيه الشباب، اي شاب معرض ليه. بالظبط بالظبط بالظبط، الحاجات اللي بيبقى اي شاب معرض ليها هيتصرف فيها بشكل صح او بشكل غلط. مش عايز احرق حاجه، بس الموضوع قريب قوي من الناس، يا رب يعجبكم كده، يا رب الموضوع يبقى كويس على قلوب الناس باذن الله. واكيد التجربه الفنيه مع نجمه كبيره زي يسرى اكيد طبعا. وطبعا كوكبه النجوم برضو الموجودين ومشاركين في العمل اكيد، دي فرقه انت كمان شخصيا معك اعتقد يعني. طبعا انا اتعلمت كتير قوي 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 في المسلسل ده، فعلا سعيد جدا 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 بان انا موجود مع فنانه كبيره جدا زي الاستاذه يسرى، اتعلمت منها كتير جدا على المستوى الاخلاقي والفني. وسعيد جدا ان انا بعمل مسلسل زي ده مع بقيه النجوم اللي في المسلسل، بجد اتعلمت منهم كتير قوي، وان شاء الله نطلع حاجه كويسه ان شاء الله. انت بتبقى قد الدور يعني، حتى في هذا المساء كان في علامه ما حصلتش بصراحه اسمها خالد انور. عايزه اعرف بقى يعني انت اشتغلت مع الاساتذه دول، يسرى قالت لك ايه ما تقدرش تنساه؟ وعادل امام وانت كنت الحفيد المدلل عنده في المسلسل قال لك ايه؟ قالوا لك ايه ما تقدرش تنساهم؟ لان انت في النهايه برضو في بدايه مشوارك، وربنا يعني يوفقك بانك اشتغلت مع ناس تمتلك الخبره دي. الحمد لله الحمد لله. هو طبعا انا اتعلمت كتير جدا، وكنت بكل صراحه بستغل كل فرصه ان انا بقعد فيها مع استاذه يسرى او استاذ عادل امام في ان انا اتعلم حاجه. كنت دايما بسالهم من تاريخهم العريق طبعا اختار ازاي او اشتغل ازاي او افكر ازاي. كانوا دايما بيقولوا لي على فكره الورق او القصه، اختيار. دايما ركز في القصه، دايما اختار قصه كويسه تعجب الناس، قصه تكون حقيقيه او هيكون ليها مدلول فني ما مفيد بالنسبه للناس. صح بالظبط، وده المعلومه اللي اجتمع عليها استاذ عادل امام واستاذه يسرى، بجد من غير حاجات كتير طبعا قالوها لي اتعلمت منها واستفدت منها، يا رب اقدر اعملها ان شاء الله. تعملها باذن الله، لان انت نجم واعد ان شاء الله، باذن الله المستقبل امامك مفتوح والناس بتحبك، وانت كان ادوارك بالفعل كل ادوار ريهام قالتها مش حابب اكررها، ولكن بالفعل انت تركت انطباع عند الناس كبير جدا وجيد جدا بدايه حياته يعني، دي حاجه جميله.
مبروك يا خالد والله العمل العظيم، دي شهاده بجد انا اعتز بيها ومش عارف اقول لك. مبروك يا لا خالد، بالعكس احنا سعداء، ده احنا سعداء بوجودك معانا. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب، ورمضان كريم عليك وعلى الاسره وعلى احبابك جميعا. ودي